ابو محمد يا فراش، تحت امرك يا حضره المدير. المدرسه اختارتك يا محمد يا فراش علشان تقوم بمهمه هيحكي عنها التاريخ. التاريخ يا مدير؟ ايوه التاريخ يا فراش. طب ايه المهمه دي يا مدير؟ الحقني بيها. المهم يا محمد يا فراش، هديلك جوابات الفصل بتوع الطلاب اللي كانوا بيهربوا من المدرسه. المهمه دي بالنسبه لي يا محمد يا فراش حياه او موت. عارف يعني ايه حياه او موت يا محمد؟ توصلها لأهليهم في بيوتهم. بس يا مدير المهمة دي مش كبيرة عليا. الدفتر ده يا محمد يا بواب اللي فيدي فيه كل جوابات الفصل هتروح لولي أمر كل طالب على البيت وتسلمه الجواب في إيده. اوعى يا فراش حد يضحك عليك ويسرق منك ده، او اوعى حد يديلك 5 جنيه ولا حاجه اقول لك هتهالي. والواد القناص ده بالذات تروح تاكد على ابوه. انا هبلغ القناص بسرعه. ابوه جاله جواب فصل وخليه يربيه في البيت. انت حملتني امانه كبيره يا مدير. يلا يا فراش امسك. يلا بسرعه 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 بسرعه. في ايه؟ محمد الفراش معايا جوابات الفصل بتاعتكم. جوابات الفصل بتاعتنا بيعمل بيها ايه يالا؟ هيروح يوديها لاهالينا. هيوديها لاهالينا يا يسري؟ نعم يا قناص. لازم نمسك محمد الفراش قبل ما يوصل لاهالينا. يلا بينا. بص يا اولاد، انا هوزعكم بالظبط عشان نقدر نمسكهم. محمد الفراش بقى اللي هي لعيبه، فلازم بص روح استنى انت اول واحد في الشارع بسرعه. روح وانت وراه، وانت خد تعال معايا، وانت يا يسري تقف هناك كده عشان تمسكوا. ان شاء الله انت اللي هتمسكوا يسري فيهم. انتوا بقى جهزوا حبل ليه عشان نظبطه اول ما نمسكوا. يلا انا هستناكم هنا. محمد يا فراش. ايه يا مدير؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يا مدير ربنا معاك يا رب. يا رب يا مدير ترجع منصور باذن الله. يا مدير ايه ده؟ والنبي والنبي. عايز تسلمنا يا محمد يا فراش؟ ايوه يا ابني، مش بتهربوا ولازم تاخدوا جزاءكم. ناخد جزاءنا؟ طب ايه رايك بقى ان انت هيتعمل معاك اللالي وهتتربى؟ هتربى مش مهم، بس لازم تعرفوا ان جوابات الفصل بتوصل دلوقتي لابوكم. يعني جوابات الفصل لاهالينا. تعال اقول لك. واد يا محمد، بص جدول الفصل ده لازم تاخده تسلمه لاولياء الامور اللي اسمائهم موجوده هنا، لان انا مش ينفع عقد لان العيال هتستهدفني بره. ماشي؟ المدرسه هتقومك بمهمه يا ابني. ماشي؟ حطه في عينيك، اوعى حد ياخده منك او حد يسرقه منك. لازم توصل لهم، ده امان، لازم توصل. يلا يا ابني ربنا معاك. يعني جوابات الفصل تلاقيين لازم نهرب. يا رب يا عرفت زي النسوان. لازم تعرفوا ان محمد ابو الفراش دماغه كده. اجري يلا. ابو القناص ابو القناص ابو القناص. ايه يا ابني في ايه؟ القناص بيهرب من المدرسه ومعاه جواب الفصل. جواب الفصل؟ ورا كده يا حبيبي؟ طب يهرب، بس اشمعنى بعت له معاك انت يا حبيبي؟ محمد الفراش بعتنا عشان خاف من القناص لا يضربه. قناص!